المنتخب راه في مجموعه صعيبه شويه، ولكن الا لعبوا مزيان وداك الشيء راه الحظ حدا كيلعب دور حتى هو، خصهم يركزوا شويه في المباراه والتركيز عندهم، التركيز راه غيدوزو ان شاء الله. من وجهة النظر ديالي المجموعه كتبان لي صعيبه، ما كاينش الحضور. مجموعه سهله الحمد لله، حيت كاين سبوليون وايران والبرتغال، ان شاء الله كما دزنا في افريقيا عندنا منتخب كبير، ان شاء الله غنحققوا ان شاء الله التعاون. كانت المجموعه قويه شويه، ولكن ان شاء الله نقدروا نتاهلوا. والمنتخب ديالنا طاح مجموعه صعيبه، وحنا عندنا امال باللي المنتخب الوطني غيدوز ان شاء الله وغادي نربحوا ايران، اما الارجنتين هذيك حساب اخر.